رغم الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب، إلا أن هناك من يحاول أن يصنع الفرحة لنفسه أو مجتمعه. علي كمال أحد هؤلاء الشباب الذي صنع لنفسه فرحة خاصة باحتفاله بعيد ميلاده بشكل فرائحي كبير، يعكس مدى رغبة الناس في عدن وحاجتهم لرسم الفرحة والابتسامة. طبعا ما أجمل المشاهد الكرام هذه المناظر التي تأتي إلينا من مدينة عدن. الناس كما قلنا مشاهدينا الكرام يحاولون أن يصنعون الفرحة والابتسامة، يحاولون أن يخرجوا من هذا الوضع الصعب الذي تعيشه اليمن بشكل عام وتعيشه عدن بشكل خاص. نقول له كل عام وهو بخير. طبعا هذا كان في مدينة عدن في مديرية كرياتر حافة الحسين.